اسكن في فيلا في صلالة وبالتحديد في مشروع هوانة، تاخذ الفيلا هذه ب30 ريال فقط في اليوم، تبغي بنظام الشهري ايضا معاهم. فلل هوانة في مشروع هوانة، مكان سيفتي للكل، ممنوع دخول اي احد الا السكان فقط. شوفوا ما شاء الله الفيلا من الداخل، المطبخ التحضيري مع الصالة الفخمة والراقية، وحديقة خاصة بالفيلا. نصعد الدور الثاني على غرفة النوم، هذه غرفة النوم الراقية والجميلة، وبلكونة غرفة النوم في الفيلا اطلال على هذا المكان الجميل. شوفوا ما شاء الله البحيرة. الاجار اليومي في هذه الفيلا 30 ريال من طرف خليفة البلوشي، واذا بغيت بالنظام الشهري ايضا بيضبطكم بالسعر، بس قولوا له من طرف خليفة البلوشي. الرقم في الفيديو، تواصلوا معاه.